السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب معهد السفر أزهري اللغات الصف الأول الابتدائي. معكم اسم مرة عامر. نشرح النهاردة يا ولاد الشدة. نشرح ايه الشدة؟ يعني ايه الشدة يا ميس؟ الشدة اللي هي شكلها بالشكل ده، اللي هي ايه؟ راس السين. هي يا ولاد اللي هي ايه؟ راس السين. طب الشدة دي عبارة عن ايه؟ الشدة عبارة عن حرفين. الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والتاني متحرك. الأول ساكن والثاني متحرك. طيب هنشوف بيقول لي ايه في الشدة تاني. بيقول لي ينطق الحرف مرتين، بينطق الحرف ايه؟ مرتين، ويكتب مرة واحدة. يعني احنا يا ولاد لما بنيجي ننطق الحرف بننطقه ايه؟ مرتين، لكن لما بنيجي نكتبه يا مس بنكتبه مرة واحدة. زي ما قلنا الأول بيبقى ساكن، الحرف الأول بيبقى ساكن والحرف الثاني ايه؟ متحرك. تعالوا نشوف يا ولاد كده مثال مع بعض. زي كلمة أمي، أنا نطقت الميم هنا ايه؟ مرتين. طب هل ينفع يا مس ان انا اكتبها كده بالمنظر ده؟ هي كده شكلها حلو؟ لا كده شكلها مش حلو. فطب هتعمل ايه الميم دي؟ هتروح لدكتور الشده هيشدها، بس هيقول لها انا هخليك حرف واحد ماشي، بس بشرط هتاخدي ايه؟ الشده على راسك. هتاخدي ايه؟ الشده على راسك. طب الشده كده وخلاص؟ لا، وهتاخدي حركه الحرف التاني. يعني ايه حركه الحرف التاني؟ مش احنا قلنا الاول بيجي ساكن، يعني ايه ساكن؟ بيجي عليه سكوت. والتاني بيجي متحرك. يعني ايه متحرك؟ يعني فتحه او ضمه او كسره. طيب هنا عندي الميم التانية تحتها ايه يا اولاد؟ تحتها كسره، يبقى انا هحط شده اللي هي بايه؟ بالكسره. يبقى انا دلوقتي عندي الشده ممكن تكون شده فتحه او شده بكسره او شده بضمه، تمام؟ طيب هيبقى شكلها الجديد ايه يا ولاد بقى؟ ها هيبقى شكلها كده بالشكل ده، امي. يعني انا كده نطقت الميم اهي مرتين، لكن كتبتها ايه؟ مره واحده، وخدت ايه على راسها؟ ايه الشده بالحرف، بحركه الحرف التاني. طيب مثال عندنا تاني، زي كلمه معلم. انا نطقت هنا برضو اللام ايه؟ مرتين، لكن لما اجي اكتبها هكتبها ايه؟ لم واحده، وهتاخد ايه؟ الشده بحركه الحرف التاني. طبعا حركه الحرف التاني اللي هو اللام عندي ايه؟ كسره برضو. هتاخد ايه؟ يبقى هتاخد شده اللي هي بايه؟ بكسره. نشوف اول كلمه معانا يا اولاد، كلمه احبوبو. انا ايه؟ نطقت هنا البق ايه؟ مرتين. طب هل ينفع يا مس ان انا اكتبها بالشكل ده؟ لا، نحط لها الشده ازاي بقى؟ ان هو السؤال بيقول لي ايه؟ استخدم الشده. يعني عايز نحط ايه؟ الحرف اللي انا ايه؟ اخليه الحرفين اللي هما الساكن والمتحرك هحط عليه الشده، هتبقى احبه بباء واحده. طبعا الشده هتبقى هنا وتاخد حركه الحرف التاني اللي هي ايه؟ الضمه. طيب الكلمه اللي بعد كده عندي كلمه بطه. بطه انا طقت الطاء برضو ايه؟ مرتين، لكن لما اجي اكتبها طاء واحده، وهتاخد ايه؟ الشده بحركه الحرف التاني اللي هي الفتحه. نبين كده الشده اللي احنا حطيناها على كل حرف. طيب الكلمه اللي بعد كده عندي كلمه معلم. عندي كلمه ايه؟ معلم، اللي احنا كنا لسه واخدينها في المثال. طبعا عندي اتنين لام، هنخليهم ايه؟ لام واحده، نحط عليها شده بحركه الحرف ايه اللي بعديها اللي هي ايه؟ شده بكسر. طيب شوف بعد كده بيقول لي حدد الحرف المشدد في الكلمات الاتيه. عندي كلمه دب. ها فين الحرف المشدد هنا يا اولاد؟ مين شاطر يقول؟ برافو عليك، حرف ايه؟ الباء، اللي هو عليه ايه؟ شده بضم. طيب عندي كلمه بطيخم. ها فين الشده هنا عندي؟ عندي كلمه بطيخم. ها الشده هنا عندي على حرف ايه؟ الطاء. برافو، طاء وعليها شده كسر.
بعد كده عندي كلمة معلمة. ها فين الحرف يا ولاد اللي عليه الشدة؟ حرف اللام. برافو عليك. وياخد شدة بكسر. عندي كلمة أحبه. ها أنهي حرف اللي عليه شدة؟ برافو، حرف الباء. بياخد الشدة بالضم. طب نشوف بعد كده، نكمل نشوف أول مثال عندنا يا ولاد. كلمة إيه؟ قطة. الشدة، حركة الشدة على حرف إيه؟ الطاء. برافو. طب هنا واخدة شدة بإيه؟ بفتحة ولا ضمة ولا بكسرة؟ شدة بفتحة. يبقى هنا هنقول إيه؟ حركة الحرف المشدد. ها المشدة بفتحة. النور. ها انهي حرف اللي مشدد؟ النون. برافو. طيب النون هنا عليها شده، شده بايه؟ النور. ضميت بقي، يبقى شده بايه؟ بالضمه. برافو، شده بضمه. طيب عندي كلمه دقه، انهي حرف اللي عليه شده؟ قاف. طب شدة بإيه؟ فتحة. برافو، شدة فتحة. طيب عندي كلمة تغني، ها هنا الحرف المشدد النون. طيب واخد النون برضو، شدة بإيه؟ برافو، شدة بكسرة، شدة بكسرة. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقول لي نشوف بعد كده يا ولاد السؤال اللي معانا، بيقول لي ضع خطا تحت الكلمات التي بها ايه؟ حرف مشدد. يعني عندي كلمات فيها شده وكلمات ما فيهاش ايه؟ شده. طيب اول كلمه معانا كلمه شرطي، ها فيها شده؟ اه يا مس، واضح ان انا نطقت الياء مرتين، لكن طبعا بتتكتب ايه؟ ياء واحده وعليها ايه؟ شد. برافو. عندي كلمه كره، هل كلمه كره فيها شده؟ ها لا، فيهاش شدة. برافو عليك. طيب الكلمة اللي بعد كده عندي كلمة أنس، ها عليها شدة؟ اه يا مس، نطقت النون مرتين اهي، حركة الشدة عليها. برافو عليك، بنحط تحتها خط. طب عندي كلمة رمان، عليها شدة؟ اه الشدة اهي على حرف ايه؟ الميم. عندي كلمة هدهد، ها فيها شدة يا ولاد؟ لا كده ما فيهاش. يبقى عندي كلمة، تلات كلمات اللي فيهم بس حرف الشدة اللي احنا حاطين تحتيهم خط، كلمة شرطي وكلمة أنس وكلمة ايه؟ رمان. وبكده نكون انتهينا من شرح درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.